سلام، مساء الخير. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباسكم، صحتكم بخير، احوالكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. راني خرجت انا اليوم، خرجت انا وجوري وراني روحي منا. على بالكم تقريبا هي ساعتين تاع العشيه اللي هبطت هنا في البلاد. دوكا ماما نستنى في ماما، خرجت ماما صباح، راحت سلكت الانترنت. هيا راني سلكت الانترنت وتستنى فيا هنا تولي البوستة. هذه البوستة طبعا كامل يعرفها تاع الصيف. ومن بعد وليت انايا، جيت لحقتها، جبت جوري وراني دوك نروحو نشوفوها. ومن بعد نروح نشري، عندي شوي حوايج باغية نشريهم هنا في ماليزيا، والله محتاجتهم. نروح نحوسو كيف كيف. هنا بعدها طول رحنا لمحلات ماليزيا. المهم اول حاجه دخلنا لها اللي هو هذا المحل اللي يبيع لي بوركيني، لانه كنت باغي نشري بوركيني هكا البحر. كاين بناس بزاف سقسوني في الانستغرام، قالوا لي كي تلقاي واحد يبيع لي بوركيني، لانه انا كنت نسقسي. المهم قالوا لي شاركي معنا البنات. هذا الحانوت جاي في ماليزيا، بريمير ايطاج، واسمه ميزون بيجاما. يبيع لي بوركيني، يبيع البيجامات، يبيع حوايج العرايس، يبيع هكا جبب خفيف. شوفوا انا الحاجه اللي عجبتني بزاف عنده اللي هي البيجامات، يبيع واحد البيجامات روعه. المهم جيت هنا نختار البوركيني، شفت اول حاجه هذاك اللي كنت شفتوه عجبني يعني، وزدت شفت هذو. مي هذو جاوني شويه لي كولير، انا ما نحبش يعني لي كولير بزاف، هذوك المخلطين. ولا نحب هكا في لي بوركيني كولير تكون هاديه شويه، انا اصلا عندي نوار فحبيت ندي كولير اخرى. شوفوا ثاني واش يبيع. يبيع هاد لي غوب تاع الحوامل تاع الوالدين اللي زيدوا، يعني عنده حوايج روعه وعنده كاليتي بزاف بزاف هايله، ومعروف ثم في محلات ماليزيا. يعني كي تروحوا تسقسي ولا قولوا لهم ميزون بيجاما بريمير ايطاج تلقاوه، راه محل معروف ومحل كبير يبيع قلت لكم حوايج عرايس. نزيد نخلي لكم النيميرو تاع التليفون في اول تعليق مثبت، بالنسبه اللي يروحوا وما يعرفوش يعني، ولا تقدروا تتصلوا به هو يوري لكم وين جاي المحل تاعو بالضبط. المهم اول حاجه انا قست هذا البوركيني لكم، تشوفوا فيه هذا جاني تانو شويه خشين، يسمى كي تدخلوا تعوموا في البحر ولا متبانش من تحت الجسم تاعكم ما يبانش. يعني هذا عجبني وجاي هكا في اللون تاع البحر، اخترته لانه اللون تاع البحر. هذا ثاني قصته ما عجبني الاول خير، اللي كنت قصته خير. دوك تشوفوا هذا الدوزيام كيفاش جاني، حسيتو كشغل فصل لي جسمي بزاف، فهمتوا؟ يمكن كي عاد عندي شويه الكرش هكذا من الاولاد ومن الولاده وهكذا، سما ما جاش معايا الاخر، عجبني خير. هنا كانت معايا رانيم وقصتهم في زوج. المهم اخترت الاول. هنا ثاني جيت نوريكم هاد لي بيجاما، انا ديت وحده وحبيتها كندير لكم شويه تصوير مقتطفات تشوفوا معايا. انا ديت هذيك تاع الميكي ماوس، عجبكم اللي تشوفوها تقولوا ندي هذه وهذه. وما من الاسعار تاعهم مليح يعني، ماشي غاليين بزاف، كاين لي دو بياس وكاين تروا بياس كيما تحبوا نتوما. حوايج العرايس ثاني تلقاو عنده حوايج العرايس، هادو تاع لي اونسينت واللي ولدت هاد لي غوب ثاني بزاف هايلين. بالنسبه لي بوركيني كاين لي نورمال وكاين لي بيه ثاني تاع لي ماشي محجبات، وكاين لي محجبات وكاين لي ستيل جلباب. بالنسبه ليا انا كيما شفتو جبت نورمال. بالنسبه لماما جابت لي بوركيني من هذوك على ستيل جلباب، هذوك جايين شويه هكا واسعين وملاح بالنسبه لي دايرين جلباب ولا. مي ماما اختارته كي عاد شويه عريض هكذا. هنا درت لكم هكذا جوله خفيفه. شوفوا هذو لي غوب هكا تاع الصيف اللي يبيعهم. يبيع ثاني هذوك الجابادور، شغل جابادور سروال واللي كاس تاعو، مي جايين هذوك الخفيف برك تاع الصيف يسمى مشيه. المهم هذا هو بالنسبه اللي سقساوني. راني خليت لكم اسم المحل وخليت لكم رقم الهاتف تاعو، دخلوا لي يعني اذا ما عرفتوش البلاصه. جيت طبعا ناس طيف اللي يعرفوا محلات ماليزيا يروحوا يعرفوا وتواصلوا معايا يعني يزيدوا لكم على المحل تاعو مليح. بعد ما كملت رحت طول شريت صنديله يعني منا ومنا.
ماما ثاني راح تدي وحده بالك نختاروا هاد لا كولور. بصي انا عندي دغ الصندال صندالة. قولي صندالة. دغ الصندالة. دنقو الصندالة. قولي دنقو الصندالة. دنقو الصندالة. نتي هادي هادي هادو هما لي كولور تاعها. اوكي ارواحي جوري ما تخافي. كاين لي باسكيت ثاني هما جيت باغي عندي صندالة. منا شرينا شي حوايج، انا مزالو شوي حوايج خفيف وجينا هنا ناكلو لانه انا ما فطرت ما تغديت بكرا يعني تقريبا الخمسة، فجيت باش ناكل لانه لعبكم راح نطيح جوعت جوري مع النوم. ها جوعت راح نطيح، ما لقينا مخلصو ما كاينش بيتزا ولا طلبنا شاورما يا روحي. طلبنا شاورما وخلاص. نرع بكم واحد السخانة ما نحكي لكمش. هذه الايام راهي سخانة سورتو في مصر. دوك كنت نحكي مع بيتشيخي كنت نحكي مع ابويا ومع امي وجا عمر خبي عليه الحوايج على بالي يفسك فيهم. نحكي مع ابويا وامي وذاك قالوا لي راه واحد السخانه واصله تقريبا 50 يعني قالوا لي راكي مزيان روحتي. المهم ميم هنا في الصيف راه عندنا الجو راسول. انا جيت هنا قدام تاعك قلت امي يضربني شويه هكا في الليل السما يضرب شويه البرد ماشي كيما في النهار. في النهار الشمس مو نوريكم مشتريات اللي كنت شريتهم البحر ان شاء الله يا ربي غدوة راح لسكي كدا يعني رحلة تاع نهار واحد فقط ان شاء الله يا ربي. ممكن بعد العيد الكبير يعني ديسيدينا انه بعد العيد الكبير ان شاء الله نولي ونروحو الجيجل ولا نروحو بجاية ولا مي نقعدو مثلا سمانة ثم فهمتو مع الولاد وذاك خصوصا الولاد راهي ماشي مليح ريليهم الرحلة تاع يوم واحد
ايماجيني تنوضوا مثلا تروحوا على 5 تاع الصباح تركبوا في البيس توصلوا لسكي كدا ويكونوا مازالوا نعسانين ومن بعد يقولوا يرقدوكم وما كانش وين تحطوهم فهمتوا يعني والله الرحله تاع يوم واحد ما يمليح الاولاد خلاص ام الواحد اذا راح مع الاولاد يقعد يوم 3 ايام 4 ايام هكا يفرح ويزهى ينعسوا الاولاد تولي تروحوا تديوهم مثلا تكري والله هذه ديسيدي نديروها ان شاء الله بعد العيد مع العائله كامل يعني نروحوا الدار كامل اما غدو ان شاء الله راح انا وماما وندي جوري وندي الاخر ندي جوري وندي برانيس ورافي هذه هي مي عمر يحب بوبا شوفوا ثم خلى جدو مي هنا جا اقسم بالله غري موت على بوبا وين يروح بوبا لازم يلصق فيه وين يتحرك لازم يروح معاه يجي غير اي خارج يشري برك يقول له جدو جدو الساس يا جدو الساس يروح معاك يعني يحبوا بوحد الطريقه ما شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله يا ربي فرحت كي شفتو هكذا وجوري هاي والفت شويه جوري يعني عجبها الحال خلاص ولا تخرج الايامات الاولى ما كانش تخرج خلاص كانت تقول لي ماما دي تروحي معايا انت باش نخرج انا ليش مع بابا ليش مع خويا ما كان والو دوكا مي دوكا تخرج مع خاوتي تلعب يعني والفت لي شويه الحمد لله ربي دوك مع الوقت تتاقلم هذاك هو نفوتو باكون في الايام الاولى تعبتني بزاف نوريكم شويه المشتريات اللي كنت شريتهم من البحر شوفوا اول حاجه نوريكم هذا البوركيني اللي شريته هذا شريته ماما ليها شريته شويه عريض قالت لي على جال كيما نقول لكم تعرفوا يلصق شويه راكم تعرفوا في الماء وذاك هي جبتو جبتو كيما هذوك شغل ستيل تاع جلباب فهمتوا ها هذا وجاي طويله او يفوت الركبه شوفوا هنا ستيل تاعو كيفاش جاي هذا اللي بدات سمعوا لي ليش تري شرين علي لي بوركيني هذا عنده انواع لي بوركيني بزاف هايلين والقماش تاعو مليح شوفوا كيما القماش هذا كيما نقولوا كي تخرجي من البحر طول ينشف عليك ما يبقاش من هذوك المشمخين واللي يفصل الجسم هكذا هذو مين تخرجي القماش تاعو باين مين تخرجي طول راح طول ينشف واهم حاجه في الحانوت اللي عجبتني انه يصارحك كي يكون قماش ما ينشفش يقول لك راه ما ينشفش مي كي يكون قماش ينشف يقول لك راه ينشف فهمتوا واللي يكون يعرف لهم راه ثاني يتولى لهم هذا السروال تاعو وهذا اللي يجي فيه في الراس اللي عجبتني فيه ثاني انه شوفوا واش فيه سما جايك شغل من ناحيه جاب هكا مقفول مقفول خلاص هذا تاع ماما انا بالنسبه لتاعي هذا ماشي مقفول مفتوح هكذا ها هذا اللي جبته هي وبالنسبه اللي جبته انا ميم القماش مليح يعني المهم انا جبت انا النوار تاعي جبته معايا اللي كنت شريته مي حبيت نبدل هكا شويه خليني من النوار انا جبت هذا هذا ثاني القماش تاعو لقيت واحد لقيت واحد قصته الاول جاني شغل شويه خفيف هكذا يعني لازمك تلبسي حاجه ثقيله تحتو باش ما يبانش من تحت مي هذا القماش تاعو شويه هكا خشين ما يبينش الجسم وثمثم كي تخرجي من البحر ينشف هذا وجاي مع السروال تاعو ها سروالو وجاي مع هذه اللي توضح مي تاعي مفتوحه ماشي كيما تاع ماما هاي تاعي انا تاعي مفتوحه منا مفتوحه سما هذو هما ثاني حاجه اللي جبتها جبت هذا انا هذا عجب ماما اللي عجبها هذا انا كان عجبني الاخر الاخر لانه يشبه لي الشابو تاعي شويه كنت باغي نشري شابو ما كفانيش الوقت وما رحتش بكري اصلا كنت باغي نشري شابو ونشري مع الساك تاعو كي يكون شبهلو عباكم كي كنت نشوف ونتفرج نهار جيت ديجا نزير شفت الناس هنا لابسين شابوات نورمال تفكرت العام اللي فات اللي كنت شريت واحد في مصر تفكرت بعض الناس اللي كانوا يقولوا لي خا كيفاش راكي دايره الشابو هذا وما كانش قاعد واحد دايره هذا تاع بكري وتاع زمان مي شفت الناس هنا بزاف دايرينو يشريو فيه ولقيتو يعني البري تاعو 130 150 يعني ماشي هابط ولا بري تاعو طالع والناس تدير فيه وتشري فيه قلت وانا نهار درتو قعدت الناس تقول لي لا ما يديروهش راكي مازلت في عهد الزمان راكي فيه يعني سبحان الله والله المهم ماما اللي اختارت هذه نكت باغي شي اخرى جات جوري قدامي هذه اللي اختارت قالت لي هذه شويه كبيره والشابو شوفوا الشابو تاعها انا قلت لها ما ندير الشابو هذا قالت لي والله غرم لي قالت لي والله غرم لي بالنسبه لهذه انا شريتها هذه 320 ها قال لك معاها هذا ثاني بصار قلت ايش ماما نحطوا عليه الماكله ما نقعدوا عليه ها
بالنسبه للاولاد كيما جوري وراني عندهم يعني باش يعوموا، انا جبت لها الماي تاعها تعوم بي. ها نفس اللي شريت من عنده لي بوركيني شريت من عنده بيجاما، قلت عنده بيجامات يهبلوا ويديروا غير 130، 4 بياس دير 130، وكاين يعني كل وحده وكيفاش تفرق. جبت انا هذه ميكي ماوس، هاي جايه كفي الغوز مع باش يضار فيها الطيبه نضاو بزاف، وهذا السروال تاعها ها جاي هكا السروال يعني عجبتني مليحه. هذه شريتها 130 وفيها ثاني شورت يعني فيها 4 بياس. ها عندو بيجامات مليح وجاي القماش تاعها بارد كيما نقولو دوك سورتو سورتو كي رانا في السخانه ورانا في الصيف، سما الواحد يبغي هكا حاجه تكون بارده والله راهي السخانه. هذه شريتها من عندو يبيع البيجامات، يبيع الحوايج اللي يكونوا تاع الحوامل مثلا لي بيجاما وهذوك لي غوب وهذوك كامل يبيعهم ثاني، عندو حوايج بزاف كاينين جاي في ماليزيا البنات. وشرينا هذه، انا هذه شريتها انا ده كنت جيت بوحده لونها البيج وراحت شويه كبدات تفزت لي. المهم انا شريت فلاكولير هذه، هو احنا شرينا زوج ما بغيناش ماما ثاني شات وحده، ما بغيناش نشيو كيف كيف. لا جبتهم هم خبيتهم على عمر. قلت لكم شينا زوج تفاهمنا انا وماما، قلنا نشيو دو كولير باش كي تبغيو نلبسو مثلا ما نجيبوش في زوج بيضاء. ولا مثلا انا جبتها جبنا هذه عندي بوشيت كيفها وجبنا هنا بيضاء، يعني كل مره ونلبسو كيف كيف سمعنا نلبسو مع بعض انا نورمال. هذه الصندله شريت الوحده ب 200 وجبت ثاني هذا العوام تاع البطه. ماما قالت لي كيفاش تديع، قلت لها والله غراهي ملاحه يعني الواحد يعوم فيها بزاف. هيلا قالت لي كيفاش راح تدي هذه العوامه عليكم الشوكات، قلت لها والله غير كي نروح للبحر نخليك تعومي فيها. هذه شريتها ب 100 بصراحه عجبني البري تاعها، يعني البري تاعها مليح ب 100 جايه كبيره ومليحه. قال لي هذو الاسعار تاوع قبل ما يزيد كل شيء والله اعلم. جوري توريكم الشريت اللي انا خبيتهم. وشريت هذه بالنسبه لهاد لاغوب، انا شفتها تقريبا عندي واحد 3 ايام ولا شفتها برك من بعد وليت ها دوك حتى انت تلبس باش تبيع. هذه هي قلت نروح بيها سما جايه هكا ستيل تحسوقه تحسوقه سما جايه هكا ستيل تاع صيف بحر فيها هكا لي فلور. تبيعيهم بلا شيتهم باش تبيعهم بنتي، قلت لك راح نبيعهم وجايه كامل تلبس باش تبيع. جاي هنا فيها لاستيك وجوج يتهلها باش تروح بها تلعب بها ثم في البحر. نعوض هيلو ان شاء الله غدوه الجمعه نروحو سكيكدا السبت ان شاء الله نولي نديه ندي حوسو في حديقه الحيوانات ولا نديه البارك يلعب ولا يعني نحب هكا نعوض اللي ما نديهش معايا اللي يكونوا هكا شويه ماشي تاع ولاد، فالاماكن اللي ما نديهش معايا اللي يكونوا هكا صعاب عليه شويه مسكين صغير مازال صغير مازال يحب يرقد سما نولي نعوضهم له في حاجه واحده اخرى. هاتي نوري لهم تاع الدعسو مي جوري تفهم شويه، جوري ولا غير كومام شويه كبيره وتفهم وتعرف كي تقولي لها قعدي تقعد وما تخافش ربي باقي ستر لانها تخاف من البحر. اول مره كي ديتها العام اللي فات اول مره كي ديتها انا احنا هنا في جزيرة زايدت تقريبا كان عندها 3 اشهر قبل مره واحد 4 اشهر ديتها البحر، ومن بعد كي رحنا اخر مره العام اللي فات احنا ومحمود ثاني خافت شويه. اللي طولت بزاف الهضره بزاف وشكرا بزاف للمتسبعات اللي تلاقيتهم عليكم، راني من نخرج نتلاقى مع ناس ومانيش ناسيتكم اللي قالوا لي ديري لنا نهار نتلاقاو مانيش ناسيتكم. خلاص ان شاء الله يعني ندير نهار فقط نكون لازم يكونش عندي الضغط فهمتوا. لا ما نفتحش دلوقتي ايوا ندير لكم نهار ان شاء الله ونتلاقاو به كامل. مي دوكا راني من نخرج نتلاقى يجيو يجري ويسلموا عليا ربي يحفظكم ان شاء الله، ولا هذا الشرف ليا بزاف ونفرح ناس كي تسلم عليا كي تفرح. بالسلامه وتهلاو في رواحكم.